غدرت الغدر بزاف من بنادم من قريب ومن البعيد. كما تيقول مثلا المغربي من ولدات القطر رمات عليك العار، تيجي بحال تيقول يا ما تسمحيش فينا. ولادي ما ودتوش ليا كلشي، وليداتي ما يتمناكش انا ياكلو هما. السلام عليكم. اولا انا اختي اش نقول لك اختي مريم، طارت الغدر بزاف من بنادم من القريب ومن البعيد، يعني ما لقاش لي قلت لهادي صديقتي ولا هادي حبيبتي، تلقى غات تضحك عليا، تلقى غا صاحبه حاجته فيا، لهذا اضطريت ربي هاد القطيط. وديك القطيط صدقات لي قطه من الكبر، لقيتها قطه خرجات حامله ليا يعني ولدات، يحط عليه الراس يحط عليا الراس، ولهذا هاد القطه ولدات ليا، ولدات ولدي غير سته. ومش كيما تيقول مثلا المغربي من ولدات القطره رمات عليك العار، فهمتيني، وانا ما نقدرش نفرط فيها ابدا. كتبغي تلوحهم، كتبغي تلوحهم، تقول لي الناس غير سمتو راه تكثر عليك وبزاف عليك المصاريف ديالهم راه كثيره، ومن ناحيه المرض من ناحيه بزاف الحوايج. كنت ديك الساعه خدامه عند واحد السيده معاونه شويه، فهمتيني، حيت ما عنديش شي خدمه رسميه، مره خدامه مره ما خداماش، فهمتيني. ايوا ودوك مشيت نحدو هما تيكبروا قدام عيني وما تيدخلوا لي في القلب ديالي، وبحال تحسوا بيا غادي نفرط فيهم، تيجيو عندي باقي صغيورين تيرضعوا باقي ما تيشوفوا ما والو تيحبوا عندي تيجيو، راك عارفه ملي تيكونوا صغيورين باقيين بيبي، تيجيو بحال تيقول لي ما تسمحيش فينا. الام سميتها كاتي، الاولاد كاين جاك وروكي وفيليبس وتوماس، وتوفيق هو اللي عوي لي راه تنطلب ليه المساعده من الدكاتره البيطريين تعاونوا معايا فيه. هذا شنو عنده؟ شريت لهم الحوت، الحوت ولا غالي هاد الايامات، كان طلع في الثمن بزاف وقاصحه عليا، وانا الخدمه يلا دارنا خصني نتعاون مع دارنا، اصلا جاي لدارنا بني ملال وجاي انا باش نعاون دارنا والديا، فهمتيني، وبالتالي يلاه بحب القطط، فهمتيني، ما يعني ما نقدرش نوفرها كوك، قلت خلي حتى العشيه ويرخص شويه الحوت ونمشي نشري مع ديك ربعه العشيه، راك عارفه الحال سخون، وهذا شريت لهم الحوت عطيته لهم دار لهم تسمم كلهم تقيوه. بديتش انا على اساس قديم، انا راه في النهار باقي تيبيع مولاه، مع ربعة باقي مولاه تيبيع في الحوت، باقي ما سالاش ليه، غير وكان هما كلاه ودار لهم تسمم حيت ما مولفينش بهذا. فاش كانت ميسره هي الخدمه كنت نشري لهم الكبده وتنديرها لهم مع البطاطا. مشى ليه الشوف هاد القط هذا؟ لا نقصت ليه الصحه ديالو، داك غالي عليا الطبيب، غالي عليا كدبش عليك، الطبيب البيطريين غاليين بزاف. قلت لك توفيق وفيليبس وهذا توماس وليزا وساندرا وقبرص. قبرص توفيق داك سميت واحد سميتو فؤاد عطيتو فؤاد، علاش؟ حيت من كثر حبي ليهم سميتو تما فؤاد، ما تمشيش غلطين، ان حبي للقطط ان مسميها فؤاد، سميتو حيت توفيق من الله، تنتمنى نتوفق فيهم. علاش؟ حيت كلشي قال لي ملي سميت هذوك السميه عربيه كلشي تيقول لي راه ما مزيانش وحرام وهذا وهذا، فهمتيني، داكشي علاش كنت سميتهم سميه اجنبيه. اولا ولادي هذوك ولادي ما ودتوش ليا كلشي، وليداتي ما يتمناكش انا ياكلو هما، نسمح في راسي على قبلهم، هما اولى، كل راعي مسؤول على رعيتي، ما يمكنش انا تحملت مسؤوليتهم نهار اللي دخلتهم للدار عندي، ديك الساعة ولاو محسوبين عليا، ما نقدرش يعني ما كاينش يدخلوا من الاول، دابا ولاو تقليد على رقبتي. وقلت هاد القطط يكونوا مفتاح الجنة، طريقي الى الجنة ان شاء الله، ويكون طريقي الى الجنة للمحسن اللي غيتعاونوا معايا فيه. الصراحة اختي مريم كلشي، انا راه ما جيت عندكم هنا اختي مريم حتى وصلت فيا العظم فري بصح، نيت راه تنهضر من قلبي الخالص. تقريبا في الشهر ولا في السيمانة ولا والسيمانة انت تنحط عليهم، ما تيبقى لي والو. انت ودارنا مرأة كبيرة والوالد راجل كبير، فهمتيني، محتاجين معاونه، جينا باش يديرها كبارين اللي يعاوني فيهم وماكلتهم والطبيب ديالهم الصحه ديالهم، حيت الصحه ديالهم الصحه ديالي، فهمتيني، حيت هما لا كانوا صحاح راه انا غنكون صحيحه. رقم ديال التليفون 06 23 62 12 77، وانا تنطلب من الله ومن المحسنين ومن الاطباء البيطريين تعاونوا معايا في هاد القطوط، ومن الجمعيات ديال الحيوانات تعاونوا معايا، ومن المحسنين اللي عندها شي دار خاويه او سطح خاوي او براكه خاويه تكون هنا في كازا، حيت انا في نفس الوقت معاونه دارنا. من طبيعه الحال هما ما تيخرجوش، ولكن بالنسبه للجيران كاين اللي عندو الحساسيه، فهمتيني، بنادم هنا في كازا عندو المناعه طايحه اصلا، الناس هنا في كازا ماشي بحال في المدن الاخرى، هنا كازا الناس عندهم المناعه طايحه.